التفاحيات اللي انا اخرجتها كنت بصر ان البطل بتاعها هيبقى الاراجوز المصري ولكن متطور. واللي ساعدني على ايجاد هذه الشخصيه المؤلف هو الشاعر سمير عبد الباقي، فكان تملي بيحط الرامي هو الاراجوز، المحور بتاع المسرحيه هو الاراجوز. فانا ابتدات هذا الشكل انه بغير ملامحه في بعض المسرحيه، يعني المسرحيه المسرحيه، بس هو اساسا هو الاراجوز، الصوت الحاد، الملابس الجميله، الحركه الخفيفه، الظل الخفيف. لذلك كان الاطفال يا سلام اول ما يطلع الاراجوز ده الاطفال يسقفوا له كان ده صاحبهم، يعني لان هو كان الرابط ما بين شغل مميز زي شغلي مثلا. فدبدوب الكسلان كان اللي بينصح الدب الكسلان انه يشتغل عشان ياكل، وانه ما يعملش مقالب وحشه في زملائه، وما ياكلش الجزر بتاع الارانب من غير ما يشتغل. كان الاراجوز تملي مع الشملوخ بتاعه اللي هو العصايه يأدب بيها الدب، انت ما تعملش كده. اذا كانت نصيحه مش دايركت، لان الطفل عمره ما بيقبل النصيحه اللي هي بتبقى مواجهه له، يحب انها تغلف بشكل جميل. لذلك الاطفال حبوا الشخصيه دي جدا. ابو لبده المدهش برضه كان البطل هو الاراجوز، وهو اللي كان بيأدب الشبل اللي هو كان رايح ينتصر على الانسان وبيعمل حاجات مش ظريفه، وكان برضه الاراجوز بالشمروخ بتاعه العصايه اللي بيأدب بيها كان هو بيأدب الشبل علشان ما يعملش حاجات وحشه، وخصوصا بعد ما عرف ان الانسان بعقله مش بقوته بيقدر ينتصر على قوه الحيوان.